لم تصلهم المياه الصالحه للشرب، رغم اننا نعيش في القرن ال 21 وقرن التطور والتقدم. يا ناس يا عالم 7 كيلو متر عن اني 2022 2022 اني 7 كيلو متر عن عن مركز المدينه، عن نهر دجله زين وماي حلو ما عندي 15 سنه بلا مي 15 سنه بلا شارع 15 سنة. يعني ما تقول لي واحد شي يقول اريد اروح اسكر بعشيق ما يقبلون يصير تغيير ديموغرافي كل شيء ماكو خدمات ماكو صفر صفر كل شيء صفر بتجريا كل شيء ماكو ابد تنكر ب 30000 نعاني من شحه الماء ببلد نهرين بلد النهرين ونعاني من شحه الماء يعني وين الناشد المسؤولين آه نعم مشاهدين الكرام ومتابعينا الأفاضل مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية تغطيتنا لهذا اليوم حول معاناة القرى في أطراف ناحية بعشيقة شمالي الموصل حيث تقبع القرى السهل المنقطعة عن العالم منذ أكثر من عشرين عاما من دون ماء صالح للشرب ولا كهرباء ولا مستوصف يعيش سكانها الذين يتجاوزون أكثر من عشرين ألف عائلة حياة بدائية تعتمد على الزراعة والري أقرب مستشفى لهم يبعد نصف ساعة عن القرية بالإضافة إلى أكوام من النفايات التي تمتلئ مداخل ومخارج القرى أما أزمة المياه فحدث بلا حرج فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل مشاهدي ومتابعي قناه الايام الفضائيه تغطيتنا لهذا اليوم حول معاناه القرى التابعه لناحيه بعشيقة شمال شرقي الموصل اهمال وتقصير وكذلك سوء للخدمات بالاضافه الى انعدام الماء الصالح للشرب وكذلك الخدمات الاساسيه من ال شوارعي وكذلك المستوصف الصحي وما الى ذلك آه نعم آه معنا احد آه المواطنين من ابناء القرى سوف يتحدث لنا عن ابرز معاناتهم ولماذا هذا التقصير بحقهم نعم السلام عليكم عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم تعاني القرى التابعة لناحية بعشيقة من شحة المياه الصالحة للشرب واعتمادها على الآبار الارتوازية في المياه الغير صالحة للشرب رغم أن هذه القرى يعني قرابة يعني نسبة سكانية نسمة سكانية أكثر من 20 ألف نسمة وتبعد عن مدينة الموصل يعني قرابة 7 كيلومتر أقل من ذلك وعن مركز ناحية بعشيقة شعور المواطنين في هذه القرى بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة بسبب إهمال الحكومي، إهمال مدير ناحية بعشيقة، وعدم إيلاء أي اهتمام بهذه القرى، واستصمت الجهات المسؤولة وعدم تقديم الخدمات اللازمة لهذه القرى أكثر من 40 سنة في بعض المناطق في هذه القرى لم تصلهم المياه الصالحة للشرب، رغم أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين وقرن التطور والتقدم المواطن العراقي. في هذه القرى من ابناء الاقليات من الشبك والتركمان وغيرهم يعانون من هذه المشكله مشكله المياه الصالحه للشرب تفشي الامراض بسبب بسبب شرب المياه الغير صالحه للشرب واعتمادهم على المياه الارتوازيه وهم ينظرون الى اقرانهم في المدن القريبه وهم يتنعمون بالخدمات من المياه الصالحه للشرب في مركز مدينه الموصل ومركز ناحيه بعشيقه لكنهم يشعرون انهم مواطنين من الدرجه الثانيه والثالثه هذا الغبن من قبل الجهات المسؤوله في ناحيه بعشيقه وبالاخص مدير مدير ناحيه بعشيقه وعدم زيارته لهذه القرى منذ سنوات بعد تحرير هذه المناطق ودمار الشبكه الكهربائيه وشبكه المياه على يد عصابات داعش الارهابيه ولم يقم مدير ناحيه بعشيقه باي زياره الى هذه القرى لإطلاع على احوال المواطنين على مشاكل المواطنين كل هذا بسبب الاهمال الحكومي عدم وجود معاقبه وحساب الى المسؤولين المحليين في هذه المناطق نعم عشرين سنة بلا ماء وكذلك الخدمات الأساسية من مستوصف صحي وكذلك الماء الصالح وكذلك بقية الخدمات لماذا هذا التعمد بحق أبناء الأقليات وكذلك أبناء القرى كمهمشين إلى أبعد حد كما تعلمون هذه المناطق كانت من المناطق التي تسمى متنازع عليها مختلف عليها بين شمال العراق وبين مدينة الموصل عانت ما عانت من الإرهاب عانت ما عانت من نقص في الخدمات من نقص في الجانب الصحي جانب الشوارع جانب المياه الصالحة للشرب رغم أننا نحيط بالزاب الأعلى والزاب الأسفل ونهر دجلة تمر من على قرب من هذه المناطق إلا أن أبناء هذه المناطق ينظرون إلى نهر دجلة وهم يشربون المياه الآبار الارتوازية المياه غير صالحة للشرب كذا الحال في بالنسبه للخدمات الصحيه هذه المناطق تفتقر الى وجود مستشفيات الى وجود مراكز صحيه اعتمادهم على الممرضين الموجودين في هذه القرى وتعرضهم الى حالات صحيه حرجه وبعدهم عن مراكز الصحيه الموجوده داخل المدن كل ذلك بسبب الاهمال الحكومي بسبب عدم وجود قناه لايصال صوت المواطنين الى الجهات المسؤوله والتواصل مع الجهات الحكوميه في داخل محافظه نينوى وداخل ناحيه بعشيقه نحن كمواطنين نحمل مدير ناحيه بعشيقه والدوائر الخدميه افته المسؤوليه باعتبارهم هم المسؤولين عن هذه القرى باعتبار هذه القرى اداريا تتبع الى ناحيه بعشيقه باعتبارهم المسؤولين عن ايصال صوت هذه المواطنين وبالتالي اخفاقهم خلال مده عشرين سنه عن ايصال صوت ابناء قريه ابو جربوعه وقريه الدراويش وهذه القرى الاربعه التي تبلغ مثل ما أشارت أكثر من 20 ألف نسمة إلى إلى محافظة نينوى هو السبب الرئيسي ويتحمله مدير ناحية بعشيقة ومدير الماء ومدير الكهرباء وبالتالي يعني هم مسؤولين الأول والمباشرين عن هذه الحالات الصحية أو المعاناة التي تشكو منها المواطنين في هذه القرى آه نعم أيضا معنا أحد المواطنين نعم سلام عليكم السلام آه نعم معاناتكم أنتم كأبناء القرى لماذا لحد الآن هذه المعاناة؟ معاناة تحت الصفر أزيد من عشرين سنة مثل ما تفضل الأستاذ عبد لا ماي لا شوارع لا خدمات وأي خدمات ما موجودة عندنا عدد السكان الحاليين موجود عندكم بالقرية جيد والله حسب اسمه ألف بيت 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 القرية أبو جربوعة وعدد يعني مثلا 1300 بيت كل بيت له يعني مثلا على اربع عوائل يحسب تقريبا 10000 10000 9000 عدد نسمه اللي يطلع باب جربوع كم مستوصف عندكم؟ ماكو ولا مستوصف اي مستوصف ما عندنا لحد الان ما عندكم اي مستوصف؟ اي مستوصف ماكو العدد السكان 10000 نسمه بدون مستوصف صحي ماكو والماء الصالح للشرب ماكو ماكو تناكر اشتروا برميل ب 4000 دينار 5000 دينار هذا الموجود عندنا وبرتوازي وهذا عايشين على الابارات والحكومه والسياسيين اللي يجون وين خدماتهم؟ ماكو لا سياسيين لا خدمات لا مراجعه لا ابد اي شيء ماكو بالمنطقه واذا واحد يتمرض وين يروح؟ لو على بعشيق لو على الموصل ماكو لو حمدانية وإذا ما عنده سيارة؟ ما عنده سيارة بعد هذا لو تاكسي لو أهل قرية لو والتاكسي إذا ماكو فلوس؟ والله هو فلوس فلوس ماكو أكثر العالم عمالة عامل يعني لأول مرة أسمع عشرة آلاف نسمة قرية وقريبة من مركز المحافظة وماكو لا مستوصف ولا ماء صالح للشرب ولا شارع شارع ماكو ما هذا شارع قدامكم هذا الشارع هذا وداخل القريه بعد زياد يعني هسه زين هذا مدخل القريه زين هسه هسه فوت على القريه صور داخل القريه شوف المعاناه العالم والشوارع بداخل القريه وهذا الرجال وهذا شارع بارحة مواطنين على حسابنا الشخصي سويناه هذا فرشناه وهذا الرجال صار له 30 سنه فوق 30 سنه من سنه 90 لحد الان قطره ماي ما جايلهم كلهم اشتروا واشتروا فوق 30 سنه من سنه, من سنة 90 آه نعم قبل فترة طلع آه ناحية بعشيقة من أفضل النواحي في محافظة نينوى من حيث النظافة والخدمات ولكن الواقع يتكلم عن شيء آخر شيء آخر بس بعشيقة داخل بحشيقة ناحية بعشيقة موجود خدمات ومائهم وشوارعهم طبليت وكل الخدمات ومستوصفات بلدية وكل شيء موجود بس القرى أبو جربوع أو دراويش وقرى تبا قيبان أي خدمات بين العالم ما عنده ليش ابناء القرى مهم؟ مهمشين؟ والله مدير ناحية مسؤولين و... وهذا الموجود بس وقت الانتخابات أصواتهم يريدون يراجعون تمام وقت الانتخابات يراجعون يجون يفترون و... وإحنا حاضرين وإحنا يجي وكل شيء ماكو نعم أيضا معنا معاناتكم أول شيء نرحب بقناتكم وبالنسبة للقرى الأبو جربوعة ودراويش وقرى تبق ورقبان نحن معدومين من شحة المياه الماء صالح للشرب نعاني من الماء، نعاني من المستوصف، نعاني من الطرق. نحن عتبنا على المسؤولين لمن يصير فواتع بالجريه يجي يطب الجريه يشوف الطرق ويشوف الناس مقطوره مال ماي يفتر بالجريه، عيب على المسؤول عيب على المسؤول لمن يشوف المقطوره مال ماي ها وسكان الجريه اهل الجريه تقريبا 1300 بيت لحد الان انا من 91 لحد الان ما يجيني ماي، اكو بالقرى داخل قرى ماكو تفوت بالطرق ماله ماكو كله كله طيام ما تقدر تمشي نحن يعني عيب على المسؤولين عيب على على المسؤولين مال جريا عيب على على مدير ناحيه وقت الانتخابات يجي يقول لك ايه انا صحيح انا اسوي لك كذا كذا من انت انتخاباتين انت خلاص ها بعد ما تشوفه ولا مسؤول وقت الفواتح من يصير فاتحه شيء يجي يشوف الطريق وهذا نقول له يقول ما ما مشكله ما مشكله بس اطين رقم تليفونك من يطلع من يمك يسد التليفون بعد ما يجاوبك اصلا ما يجاوبك ونحن نعاني من الماء ونناشد المسؤولين ناشد المحافظ بالنسبه مدير نحيا كل شيء ما يسوي لنا مدير يا ما عانينا يا ما اشتكينا يا با يا شحت المياه يا ماكو ماء يا خدمات معدومه بالقرى ما حد ما يجي ولا احد يسال فحسبي الله ونعم الوكيل القرى كأنهم معزول عن العالم وهم في يعني بعيد عن ال... رغم انه المسافه الموجوده بين محافظه نينوى ومركز المحافظه والقرى لا يتجاوز عشر كيلومترات ولكن في الواقع عندما تاتي الى القريه تلاحظ بانه كانه معزول عن العالم لا ماء لا كهرباء لا مستوصف استاذ العزيز القريه أبو جربوعة بالذات بالذات يعني معدومه من الخدمات مقصوده بالشغله مقصوده من الكراد يقولون تابع لنا من المركز يقول تابع لنا يعني صاير بين المحاصصه مثل المحاصصه صاير منطقه مهموله يعني ليش اللي همال يعني بقية القرى بقية المناطق مو هيك اصلا اناره اناره جالي جاري سبع انارات ما عيب على على المسؤولين على المدير ناحيه على ابو الكهرباء اروح انا شخصيا رحت على مدير ناحيه يقول لي روح راجع على ابو الماي روح راجع على داسن ابو الماي انت مدير ناحيه مسؤول اداري انت المفروض تشيل التليفون تقول له يابا ليش القرى ما بي ماي فحسبي الله ونعم الوكيل من عنده يعني ربما راح يكون هناك تهجير من القرية إلى المدينة أكيد أكيد يا ما الناس تهجروا من القرية طلعوا من سبب الماء يعني أكو هسه مناطق من غادي الجيري ماكو ها أه ما, ما يصلح للشرب ما يصلح للطيل حلال ما تضربوا القاع ماكو ورا الساعة تيجي ماكو صاير عبالك أنت مخلي ملح هنا بالقاع واعتمادكم على على البير الآبار الارتوازية يا عزيزي يعني ليش الاهمال؟ نحن نحن سنه 2022 لحد الان نحن ما عندنا ماي للشرب صالح للشرب، مقطوره يفتر بالجريه يعني الماي هم مو صالح للشرب، الماي اللي يجي مو صالح للشرب، المقطوره هم يجيبوا مو صالح للشرب. نحن اعتمادنا على على على, على الابيار واعتبارنا على المصافي، يعني شوف هذا قريه قريه مدخل مال قريه وجه مال قريه الناس الخير يتم الفلوس يلم فلوس على 5000 10000 دينار نسوي القريه. نعم ايضا معنا احد المواطنين من ابناء قريه سلام نعم عليكم ورحمه الله وبركاته مثل ما تفضلت استاذ العزيز احنا بالشتاء نعاني هذه يصير يعني لازم نعبر ببلم يا هذا الطريق قدامكم لا ساقيه لا شيء لا شارع لا خدمات نعاني يعني من كثير المشاكل يعني فوق ما تتصور نعاني ماكو خدمات اي صفر الجيريه صفر خدمات ماكو سووا طريق هناك على صحيح يجينا شارع طابليت مثل ما تفضلوا ورا القريه ماكو جاي هنا وقالوا ما مشمولين هذا الطريق ما مشمول، وبالشتاء نعاني يجينا سياراتنا كله يصير وحل وما وحل، ماكو ما حد يعبر هذا الطريق ينعزل يعني ينعزل، طلاب مال المدرسه ما يقدرون يفوتون من هذا الطريق، اي هذا الطريق يصير لازم تعبر به بلم، تجيب بلم تعبر به بالشتاء، ماي كله يروح يشي على اساس يسوون ساقيه كل شيء ماكو، خدمات ماكو صفر، صفر كل شيء صفر، بالجريا كل شيء ماكو ابد نعم مشاهدينا الكرام كما استمعتم معاناة القرى المحاذية لمحافظة نينوى معدومة الخدمات لا ماء ولا كهرباء ولا مستوصف لأبناء القرى أكثر من عشرين قرية مهمشين لعل من يسمع صوتهم تغطيتنا متواصلة فكونوا معنا آه نعم تغطيتنا متواصله حول معاناه القرى هنا في ضمن ناحيه بعشيقه انعدام للماء وكذلك الخدمات الاساسيه هناك ربما سوف تكون هجره من القرى باتجاه مركز المدينه لاعتبار انه في حال عدم توافر الخدمات في القرى فابناء القرى يعتمدون على الماء في تربيه المواشي وكذلك الزراعه سوف يكون هناك تأثير سلبي على الواقع هنا في القرى معنا أيضا مختار القرية سوف يتحدث لنا عن أبرز معاناتهم وما يعانون طوال أكثر من عشرين عاما نعم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مختار قرية الدراويش نعم. ومثل أبناء جلدة من قرية الدراويش نعاني ما نعاني عبر سنين نعم. سنين نعاني من شحة المياه صالحة للشرب مع العلم قرب القرية عن مركز المدينة سبعة كيلو متر بالضبط سبعة كيلو متر عن مدينة الموصل زين فأنا قبل فترة زرت قضاء الشرقات لاحظت مشروع الماء مادي إلى ناحية الحظر ثمانين كيلو متر وأنا سبعة كيلو متر قريتي تبعد عن مركز المدينة ونعاني من الماء الصالح للشرب لأبناء قريتي طالبنا الحكومة في ناحية بحشيقة مرارا وتكرارا وطالبنا الحكومة المحلية في نينوى مرارا وتكرارا والمنظمات والأحزاب عقب ما بعد 2003 القرية تعاني من المياه الصالحة للشرب لأبناء قرية دراويش مو بس أبناء قرية دراويش أبناء القرى اللي في سهل نينوى منها غور غريبان قرى تبة أورتخراب دراويش قرية أبو جربوعة ولاحظنا يعني ما ماكو أي جدوى ماكو أي جدوى من هذا ال... هذا الاتجاه وهذا المجال الكل وعود اليوم الخميس والسبت وكان معي ابو فهد قبل فتره هم زرنا الى شو اسمه مديريه ماء ومجاري بحشيقه طالبنا استاذ زيد واعذار قال المشروع في سلاميه وحكى المشروع وكهرب اكو كهرب ماكو تجاوزات ويعني امور كثيره فنيه واداريه على هذا وهذا المشروع قديم من العام 1986 مشروع السلاميه زين طبعا صار عندنا توسع بكثافه سكانيه والقرى زين وخاصه ما بعد 2006 هجره ابناء الشبك والتركمان من داخل مركز المدينه التحقوا الى القرى زين فصار ضغط على الشبكات بشكل فظيع ويعتذرون بانه على اساس شو اسمه يعني مشروع ضعيف مشروع رادوا مثل ترميم او توسيع ونطالب ونطالب كشخصيات كوجهاء من عامه القرى من كل القرى في في سهل نينوى ماكو اي جدوى ماكو اي جدوى يا زائر يزور المنطقه كمحافظ او عضو برلماني او احزاب ما ما بعد 2003 اي جدوى ما شفنا، مجرد وعود وحبر على ورق. وهاي هي الميزانيات المخصصه لماء مجاري ولحد الان المشروع سنه 1986 كما ذكرت كيف؟ والله ميزانية تصرف عن طريق المحافظه وما حد يعرف. زين لا ما نعرف احنا احنا علينا نطالب ونطالب طبعا راح نذب نفسنا احنا اداريا على ناحيه بحشيقه المدير الناحي يذب على القائم مقام والقائم مقام يذب على شو اسمه محافظة نينو محافظة نينو نروح نطالب القائم مقامي والمحافظة يقول على الحكومة المركزية زين وانتظروا هالميزانية 2004 و5 ودي دي دي هاي الى 22 كان اكو ساعة للعلم من 2021 كان اكو مطالبه بحفر اربعه ابيار في مناطق شو اسمه شيخو بكر بعزاني هذه خصوصي على اساس القريه الدراويش تروي قريه الدراويش وابو جربوعه وقرى تبه وقورى غريبان توصلنا قبل تقريبا شهر او 40 يوم قالوا هذا المشروع من لغه وهم كان الشخص معاي موجود ابناء قريتي وابناء عمومتي زين وهذا موجود تقدر تسالوهم من صح ولا ابو فهد؟ زين بالحرف الواحد قال هذا المشروع همينه ونلغه زين احنا وين يعني وين راح نودي وجهنا؟ زين وين راح نودي وجهنا؟ يعني من ال 2003 الناس تشتري تناكر ماء حوضيات ماء صالح للشرب وطبعا الاستغلال موجود في كل وقت وفي كل زمان زين التانكي كان ب 5000 هسه يقول لك التانكي ب 10000 والله شنو؟ نقص عندي في الغازويل كتاب ابو سيطره ما ينطيني يعني اعذار زين؟ وتعرف احنا فصل الصيف عندنا في مناطقنا حار جاف جدا والناس تعاني يا ناس يا عالم سبعة كيلو متر عن اني 2022 2022 اني سبعة كيلو متر عن عن مركز المدينه عن نهر دجله زين ومي حلو ما عندي وعلى اساس دي يشغلون المشروع من ري الجزيره الشرقي والغربي الغربي يشتغلوا به والشرقي عافوا الغربي تعرف هناك قضايا سياسية زين متعلقة بالمناطق وإحنا مناطقنا مو هام ليها حقيقة الأمر لأن هناك أكو صراعات سياسية على المنطقة الكل يعرف الكل يعلم هناك صراعات سياسية على المنطقة بس أنتم تردون ماي شروب غير يوفروا لكم ما يوفرون ما يوفرون نهائيا قلت لك يعني لا شو اسمه الحكومة المحلية في نينوى في الموصل ولا الحكومة المركزية في بغداد وهاي الميزانيه تجي وتروح تصرف والمواطن العراقي ما يعرف المبالغ وين عتروح ما حد يعلم عدد يعني من السكان اللي ذكرت دراويش ويعني من القرى المجاوره اللي ما عندهم ما يشقد عددهم عددهم ب... بالنسبه الى قريتي انا اعرف حقيقه الامر الى 86 كان عندي تعداد 170 بيت حاليا التعداد 2022 840 بيت قريه ومحيط القريه عدد اللي... أربعة آلاف أربعة آلاف تقريبا. وبدون ما يعني. ما بدون أي ماء وما له تأثير على الجانب الصحي على اعتبار أن ماء البيارة من تشرب مثلاً له تأثير. أكيد له تأثير طبعا. طبعا هذا الوباء سعى منتشر في نسمع حسب القنوات وحسب التلفاز. والوسائل التواصل الاجتماعي موجودة هاي الأمراض والأوبئة في سليمانية في أربيل وصلت فأنا بالتماس مع محافظة أربيل 60 كيلومتر اللي يصل أربيل طبعا راح يصل الموصل أول ما يصل راح يصل سهل نينوى زين وبالقرى بالذات ما ماكو ما يعني مياه مياه كلها مال ابار جوفيه زين غير صالحه للشرب ونسبه الكبريت بيها كثير زين وجو عندنا جيولوجيين جو جماعة الماء وفحصوا المياه وما شنو زين غير صالحة للشرب تصور في قرية جورة غريبة محاذاة مع قرية دراويش أجلكم الله الحيوانات ما تقدر تشرب هذا الماء نسبة الكبريت فظيعة جدا عالية به وهاي محاذاته مع قرية دراويش احنا شوية أشوه نسبة الكبريت اللي عندنا بالمياه اللي موجودة داخل الأبار الجوفية نسبتها شوية أقل ولكن هذا ما مبرر لان اساسا غير صالح للشرب. صالح للشرب له تاثير كبير على الجانب الصحي للاهالي وانتم ك يعني من الاهالي في القرى ابرز المشاكل اللي تعانون ما بعد الماء الصالح للشرب. نعم احنا نسمع بالاعلام بانه السليمانيه والموصل وبغداد تعاني من الكوليرا. نعم. الكره كوليرا السبب الرئيسي الماء الصالح للشرب. واحنا هاي منطقتنا كدراويش بالاساس والقرى التابعه القريبه من عندنا ابو جربوعه قرى قوري قريبان انعدام الماء الصالح للشرب وهذا الشيء الاساسي انعدام الماء الصالح للشرب الاعتماد على البير ال 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 الارتوازي السوري مي مر مي مالح بنسبه كبريت عاليه وهذا بس يعني سبب رئيسي لامراض الاسهال والتقيؤ والوباء صراحه فاحنا تخوفنا حاليا من من المرض لان واقع صحي متردي بالمناطق ماء صالح للشرب ماكو اعتماد على البير السوري المي المالح احنا ما نناشد ولكن نطالب نطالب مدير ناحيه بعشيقه نطالب مدير ماء بعشيقة بالإسراع وفورا بتقديم الخدمات لقرية دراويش والقرى القريبة من عندنا وخاصة الماء والشرب ماء الشرب شيء أساسي إحنا مشروع موجود وإحنا بعد يعني بعد النزوح من رجعنا على مناطقنا ولحد الآن مي ماكو اعتمادنا على البيارة ماكو حل نناشد نطالب ما ظل مسؤول ما رحنا عليه ماذا المدير ما ظل مدير ما اذا اذا ما توجهنا ما ظل مسؤول بالمحافظه ماكو احنا نريد حلول سريعه وباء موجود بالمناطق قبل لا يصير كوارث احنا نريد اقلها ماء صالح للشرب حتى نخلص من هاي المشكله والوباء ان شاء الله نعم الامراض اللي موجود مثلا عندكم مستوصف يستقبل الامراض لو عندكم مستشفى بعيد عنكم اكثر من 20 30 كيلومتر احنا طبعا اكيد بالقريه موجود مستوصف لكن تعرفون المراكز الصحيه هي رعايه صحيه اوليه يعني يقدم خدمه اوليه للمراكز اما مستشفيات احنا مثلا اقلها لازم برطله اللي تبعد عنا 15 كيلومتر اما داخل الموصل مثلا 20 كيلومتر يتوجه المواطن اذا اضطر يراجع اي مستشفى قريبه ماكو مستشفى قريبه قلت لك يعني هي برطله اما بالمنطقه ماكو مستشفى برطلة ولا برطله ايضا من مركز صحي يعني مو مستشفى لمعالجة استقبال حالات هناك مستشفى واحده في برطله العتبه الحسينيه موجوده في برطله ولكن ما تقدر تستقبل هالعدد الهائل يعني احنا كمنطقه هسه مثلا كنفوز دراويش اكثر من 4800 نسمه عدد القرى القريبه من عدنا لا سمح الله اذا صار وباء يعني ما تشيل لا مستشفى لا هذا وباء كوليرا يعني يوميه بالمئات وهذا الشيء يعتمد على الماء الصالح للشرب اهم نقطه الماء الصالح للشرب واللي احنا يعني ما عندنا هذا هذا الشيء اعتمادنا على ماء البير وهذا شيء صراحة كارثي إذا واحد مثلا صاب بمرض عندكم يعني مثلا موجود بالقرية الأدوية اللازمة مثلا الإسعاف مثلا لا سامح الله و إذا ما موجود يعني من المريض ربما يتعرض مثلا لا سمح الله للموت عن ما يصل للمستشفى؟ احنا أقرب نقطة كإسعاف لازم على ناحية بعشيقة اللي تبعد عنا ثلاثة كيلومتر. إيه مركز صحي بعشيقة هناك إذا ما يتم المعالجة ينقل بإسعاف إلى داخل الموصل أو أي مستشفى يستحق أن يوصل إليه يعني أيضا يحتاج تقريبا إلى أكثر من أربع خمس ساعات طبعا وانت تعرف واقع قريه سياره ماكو محد ماكو مو ماكو يعني في شارع رئيس التاكسيات وهذا ممكن يعني ممكن المريض يتاخر على ما يوصل إلى مكانات بالنسبه لل احنا 2022 آه يعني من الماء اذا ما موجود بالقريه يعني الى متى يعني ابسط حق من حقوق بانه الواحد من يشرب ماي حتى اولا يبتعد عن الامراض وكذلك ال... لديمومه الحياه في القريه لماذا هذا الاصرار وخاصه على القرى يعني احنا ابسط مقومات الحياه هي الماء الصالح للشرب يعني احنا هسه نبعد عن عن مركز الموصل سبعة كيلومتر خمسة إلى سبعة كيلومتر احنا المي الجاي من السلاميه بال30 كيلومتر تجاوزات بالجمله على الطريق ما يوصل الماء يعني هذا حلول حلول مستقبليه اما الحلول نطالب ما نناشد نطالب بحلول سريعه جدا لان المنطقه وباء احنا احنا كمنطقه صار لنا اكثر من شهرين مئات مئات الحالات اسهال وتقيؤ وحالات ونشك بانه وباء يعني صراحه إيه رغم هذا هسه وجود الكوليرا وجود الكوليرا شيء خطير وجود الكوليرا يعني اسهال مزمن إيه حالات إيه بالجمله راح يصير عندنا زين احنا هذا الشيء يقول لك سبب الرئيسي الماء واحنا نفقد يعني ما نفتقد يعني الماء صالح للشرب ما عندك يعني هذا الوباء يعني 100% راح يضرب المنطقه ومنطقه مو قليله يعني تسكن من الموصل يعني الاف الـ 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 نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل مشاهدي ومتابعي قناه الايام الفضائيه اينما كنتم تغطيتنا متواصله حول معاناه القرى التابعه لناحيه بعشيقه في اطراف مدينه الموصل بلا ماء ولا كهرباء ولا الخدمات الاساسيه قرابه اكثر من عشرين عاما وهم يعانون التهميش والاقصاء سواء كان من قبل الحكومه المحليه والحكومه المركزيه معنا الآن أيضا أحد المواطنين يتحدث لنا عن معاناتهم جراء عدم انعدام الماء الصالح للشرب وكذلك الخدمات الأخرى نعم سلام عليكم عليكم السلام حياكم الله نعم ممكن تتحدث لنا عن أبرز معاناتكم أنتم القرى القريبة من ناحية بعشيقة وكذلك قريبة من محافظة نينوى أولا نشكر نشكركم ونشكر قناة الأيام على تواجدكم واهتمامكم بمشاكلنا أه بالنسبة للماء الشرب طبعا هو أهم شيء بحياة الإنسان وجود الماء ماء الشرب أو ماء الصالح للشرب إحنا من رجعنا من النزوح إلى هالساعة خمس سنين وقبل النزوح أيضا نفس المشاكل ونعاني أه صار لنا خمسة عشر سنة أه موجودة البواري بدون قطرة ماء أه قرية الدراوج هاي القرية تقريبا 600 700 بيت او اذا مو اكثر اذا مو ألف بيت يمكن نص القريه يجيهم ماي والنص الاخر نهائيا ما يجيهم ماي نهائيا ولا قطره الباقي كل 15 يوم مره يجيهم او ما يجيهم طبعا انا راجعت 20 مره يمكن مدير الناحيه مدير الماي مدير الناحيه يقول لي راجعني اراجع يقول لي روح يكتب لي خابر مدير المي اروح على مدير المي ببعشيقه يقول لي راح نطلع لجنه ويطلع لجنه ويجي ويعرف المشكله وين ونخلي القفل هنا وما نخلي القفل هنا يجي هذا الموظف اللي على قفاله اللي موجود بالقريه اللي اسمه محمد صالح زين هو موظف على القفل من يقول من تخلون قفل اني ما يجيني ماي بعد ما اسمح بوضع القفل الأخ يقول اني ما اسمح بوضع القفل يعني احنا مشاكلنا اولا مشاكل الماي هاي بداخل القريه توزيع الشبكه مو عادل يعني مكانات عاليه مكانات ناصيه راد قفاله حتى الماي مره هنا مره هنا يتوزع بالتساوي ما حد يسمح بوضع القفاله اللي يجيهم ماي ما يخلون المي يجي ماي يستفاد نهائيا لانه راح ينضر ثانيا التجاوزات الموجودة على الشبكة منا للسلامية عشط. زين أنا واجبي أروح أشيل التجاوزات لو واجب الحكومة والجهات الأمنية مدير الماء. لو مدير الماء والله شنو المشكلة يعرفون المشكلة أولا غلط في توزيع يعني يعني غلط في توزيع الشبكة الأساسي ثانيا التجاوزات الهائلة ثالثا يقولون الدفع قليل من السلامية دفع قليل من السلاميه زين احنا وين نروح ها 15 سنه بدون مي وين نروح اريد افتهم والله والله خلي يخجلون خلي يخجلون شويه من نفسهم باشر تطلعون تقاعد حتى بس الناس تسلم عليكم شنو منجزاتكم بهاي القريه بس اريد افتهم ما شرب اذا احنا 15 سنه ما حصلنا على مي شرب اخجلوا من نفسكم شويه اخجلوا كافي كافي اخجلوا من نفسكم اخوان ماء للشرب على ماذا تعتمدون؟ والله اني يعني شوف ال... يا ريت تدير الكاميرا شوف التانكي مال مي اشتري التانكي ورا التانكي، اشتري من الموصل التانكر ب ألف بالشهر ما يروح لي ما يروح لي التنكرين يروح لي 60,000 60, بالميت وهسه بالصيف ثلاث تناكر صيف وشتاء، يعني هسه تقول يا صيف مي قليل، الشتاء هم ما يجيني مي, مي. بعز الشتاء هم ما يجينا مي، هم نشتري مي الماء عنده هذا يشرب مي ما مالح والله والله يشرب مي ما مالح ليش هو منو عنده بهالقريه ليش هو اللي عنده يسكن بهالقريه الحكومه المركزيه غافل عنكم الحكومه المركزيه ملتهيه بالمناصب بالهذا الحكومة المحليه مال موصل نهائيا ولا احنا ببالها وحكومه بعشيقه ملتهيه بنفسها هاي القريه مهمشه نهائيا يعني مليون بالميه مهمشه مهمشه كانه احنا مو مواطنين عراقيين ادري هاي الميزانيات تجي تجي احنا ما عندنا حصه بهالميزانيات ليش تصرفوا على اماكن واماكن لا عشرين شارع واحد عشرين مره هديته وعرضته وكبرتوا وجبتوا ماي وجبتوا بواري وسويتوا مشاريع اه ليش احنا مو من حقنا ما عندنا حصه بهالميزانيه كل ما نروح نراجع يقنعوا راح نجيكم نجيب لكم ماي من المنظمات راح يسوون بتسخرب يابا ننتظر سنه وجا الماي لا والله البواري طقت والله ما ادري شنو هسه اخر شيء اخر بيت المطاف راح نجيب لكم ماي من شيخ بكر ابره تخدير وكذب وكلاوات احنا نعرف كذب وكلاوات وبعد ما نخاف منكم تسمعون اخواني المسؤولين ببعشيقه ما نخاف منكم عيب خزي اخجلوا من نفسكم وسووا حل والشوارع شوارع هذا ده تشوف 150 بيت 100 مره قلنا لهم خمسين بيت على هالشارع ما يجيب شارع منه أما تروح على أماكن أخرى بعشيقة بيت واحد ميتين متر شارع مودي له شارع مو ما ما باقي ما يخجلون ما يخجلون ما يخجلون شو تسوي؟ يعني اللي عنده مسؤول أموره ماشية إيه, إيه نعم نعم إيه اللي, اللي ما عنده مسؤول هذا عنده الله الله يكون يكسر رقابهم الله ينتقم منهم يا والله 15 سنة بلا ماء ي... 15 سنة بلا شارع 15 يعني ما تقول لي واحد شي يقول أريد أروح أسكن بعشيق ما يقبلون يصير تغيير ديموغرافي زين لو تخليني أسكن بالناحية حتى أنا بستفاد من هالخدمات مو لما ما تخليني يجيب لي خدمات ليش دائما ابن القريه والقرى مهمشه من قبل سواء كان الحكومه المركزيه والمحليه دائما ينظرون على المواطن في القريه كانه من الدرجه المعرف العاشره 20 يعني ليش تخلينا أضحك هو ليش ابن القريه قديما حتى وقت الملكي منو يدير له ليش يقعد على الكرسي بعد يفكر بالقريه حتى لو كان ابن القريه اصلا يستعر من القريه مو هذا مجتمعنا الفاشل يخلى المفروض هسه الحكومه تسوي خدمات بالقرى حتى لا يصير زخم بالمدن مو حتى لا يصير يعني الهجره تكون عكسيه من المدن للقرى صح لو لا انتم لو تقدمون هسه خدمات بالقريه بعد منو يطلع من القريه منو يحاول يسكن بالمدينه يموها هسه ليش اكو واحد يفتهم بهالبلد اكو واحد يخطط للمستقبل بهالبلد هناك ايضا هجره من الابناء القرى يذهبون دائما الى المدن من اجل الخلاص من هاي الظلم طبعا ليش يروح ليش يروح ليش ابن القريه ليش يروح على المدينه لو اكو خدمات ليش يروح على المدينه ويسبب زخم لابن المدينه ليش كان يقعد بالخدمات اذا اكو شارع هو شنو الخدمات ليش احنا قايلين لهم تعالوا بنوا مولات وبنوا عمارات لا اخي شارع مو شارعهم ما يشرب بس هاي الخدمات هاي مو خدمات هذا حق للمواطن مليارات مليارات صرفتوا ما عندي ميش اشرب الى متى والله عاد هذا انتم وقناه الايام والمسؤولين عنها المفروض تسوون ضجه احنا الناس مواطنين بسطاء من نحشي اه يمكن يزعلون علينا ويصيرون مشاكلهم. بناء القرى لحد على ماذا تعتمدون؟ نعتمد على تناكر. الميسور الحال يقدر يشتري بس الفقير وين يروح يعني احنا نطالب وانا عدة مرات قلت للمختار احنا الطبقة الوسطى نقدر نشتري بس الفقير وين يروح وين يشتري يعني تنكر ب ألف نعاني من شحة الماي بلد نهرين بلد النهرين ونعاني من شحة الماي يعني وين الناشد المسؤولين الناشد الوجهان الناشد ما خلينا مكان ما بدون اي جدوى مثل ما قال الى متى راح نعتمد على التناكر من اجل حتى نشرب ماي والله احنا يعني وين ننطي وجهنا المواطن مو... ايش عنده غير يراجع المسؤول مراجعاتنا ما ما خلينا مكان يعني الا سيد المحافظ ما واصلينه أص... بدنا نشوف يعني حتى لو المحافظ في حال مثلا اذا ما موجود او يعني غير متابع ما عندكم مسؤولين سياسيين مدير مسؤولين. مدير ناحيه مدير مدير الماء مختار مجال. رحنا على مدير الماء وعدنا خير بس وعود 20 سنه مو سنه وسنتين ثلاث حتى ملينا من المراجعه ومن ال... وبدون نتيجه الحس... حاليا الماء يعني متعلق بكل مفاصل الحياه اذا 20 سنه ماكو ماء يعني مشلون يعني تصبرون لحد الان بدون ماء شنو الحل يعني حلنا فقط الهجره على الموصل والهجرة مو عائلة وعائلتين أربعة ألاف, آلاف عائلة مو قريتنا ثلاث أربعة قرى دائرة ما, ما نفس المعاناة نفس المعاناة وحل ماكو المن ناشد يعني تناشد المسؤول المسؤول بحاله مو مو بحال المواطن لو بحال المواطن ما نصل إلى المرحلة المسؤولين اللي وقت الانتخابات يجون على القرى ودعايات عشرة أيام قبل الانتخابات ورا يومين ورا الانتخابات ما تشوفوا وما سونا اي حل. ما نهائيا ولا بحال المواطن. المشاريع اللي حاليا على اساس تنفذ قبل يعني قبل اكثر من سنتين أو ثلاثه كان هناك مشروع من يعني يحفرون ابال ارتوازيه ويمدون من مكان اخر يعني هل هذا حلول كان ترقيعيه ام فقط للتغذيه؟ ترقيعيه وحبر على ورق فقط تنفيذ ماكو. ناحية بعشيقة تطلع من أفضل النواحي الموجود في محافظة نينوى نعم كناحية. كمركز ناحية. مركز ناحية بس القرى نهائيا ماكو أي تطور دائما المقياس و... شريان يوخد... الحياة شريان الحياة الماء إذا ماكو ماي شنو التطور دائما المقياس يكون على الناحيه وكذلك القرى، اذا مركز القريه دائما ابن ليش مركز القرية. ناحيه متطور القرى ما بيها ماي شنو التطور هذا؟ ش... يعني القرى كلها عايدة البعشيقة المفروض إذا بعشيقة متطورة القرى همينة هم متطورة وإذا استمر يعني ماكو ما ايش راح تسوون والله ما بينا راح نطلع مظاهرات راح نطلع مظاهرات آخر شيء ونطالب حقنا إذا ما حد يطالب حقوقنا احنا راح نطالب أيضا راح يقولون أنتم طلعتوا مظاهرات يعني بوجه غير حق ليش بوجه غارح؟ عشو عشان الحق حق ما انه طالب بابسط امور يعني الخدمات اهم شيء اذا انت كهرب ماكو مولدات تبزع على ما تجي الوطني واني اني بدارة الكهرباء بس ما كنت ماي ماكو كهرب ماكو فلان ماكو شنو قعدتنا هنا شنو نعم أكثر من عشرين ألف نسمة ونهر دجلة يشتر الموصل شطرين والقرى التي على بعد أقل من سبع كيلومترات من النهر ما تزال تعتمد على الآبار في توفير المياه الصالح للشرب وها هم أبناء القرى محرومين من أبسط الخدمات ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم نستودعكم وإلى اللقاء